معنى آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل؟ جاءت سورة الإسراء لتقرير التوحيد ونبذ الشرك وبيان كمال الرسالة المحمدية، وفيها إشارات وبشارات للرسالة مضمونا ومستقبلا، ويحرص الكثير من المسلمين على معرفة معاني آيات سورة الإسراء كاملة، ولا سيما معنى آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وتفسيرات العلماء لها. يعد قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أصلا في أوقات الصلوات الخمس. فقوله تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا وقت صلاتي الظهر والعصر. وقوله جل وعلاه إلى غسق الليل، معنى هذا وقت صلاتي المغرب والعشاء. وقوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا وقت صلاة الفجر. ولا تصح الصلاة إلا إذا أقيمت في وقتها، لقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلوات الخمس لا تخرج عن قوله تعالى في هذه الآية التي هي مدار البحث والتبيين. ويقول المفسرون في معنى آية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أن الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها، فأقم الصلاة لدلوك الشمس، قال ابن مسعود أي لغروبها، وعن ابن عباس دلوكها أي زوالها، وهي رواية أيضا عن ابن مسعود واختاره ابن جرير. ومما استشهد عليه ما رواه عن ابن حميد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات الخمس، فمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي ظلامه، وقيل غروب الشمس، أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقوله تعالى وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، وقد ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترا من أفعاله وأقواله بتفاصيل هذه الأوقات على ما عليه عمل أهل الإسلام اليوم مما تلقوه خلفا عن سلف وقرنا بعد قرن، كما هو مقرر في مواضعه، ولله الحمد.